شغلة أنت بتفكر فيها خاصة لما تكون تكتب كود بالجافا عشان تسرع برنامجك. قبل ما أنا أسرع بالألغوريثم تاعي كويس، بدي أطلع على المحددات على الانبوتس تاعتي. خلنا نروح نشوف الانبوتس والمحددات اللي أنا استعجلت وما حكيت لكم إياهم في البداية عشان يعني أعمل لك سيميوليشن شو راح يصير معك. أوكي، فخلنا نروح نشوف الأرقام أو المحددات تاعت السؤال تاعي. طلعوا السؤال تانا بحكي لي إنه السايز تبع الأري ممكن يوصل لمليون عنصر. مليون عنصر، أوكي؟ مليون عنصر مش كثير كمان يعني بالمناسبة، يعني مش كثير مليون عنصر، أوكي؟ ولكن هالمليون عنصر البروسيس تاعي على أساس نعمل عليهم البروسيس تاعي ونقدر نشيك كويس ونفحص خاصة الأشياء الموجودة بالقراءة ونقرأ فيهم رح تأخذ وقت. وكمان إذا بتلاحظ عدد الكويري قديش؟ يعني ممكن يعمل كويريز على هاي الأري كمان قديش؟ مليون. أوكي؟ يعني ممكن توصل لمليون. فمعناته كمان في مشكلة عندي إيش؟ بالطباعة، عمال بأخذ وقت وعمال بطبع. يعني في عندي مشكلتين أنا، مشكلة وأنا بقرأ بالأري كويس بوقت القراءة، وفي عندي مشكلة وأنا بطبع بالنتائج تاعتي، لأنه ممكن يوصل عندي مليون كويري على هذا السرعة. الآن شباب الجافا خاصة ببرمجة جافا أو ببرمجة سي وببرمجة جافا، الطريقة اللي إحنا قرأنا فيها كنا نقرأ بياناتنا. الآن بدي أحل مشكلة القراءة ومشكلة الطباعة، أوكي؟ يعني أنا مشكلتي الرئيسية إنه بأخذ وقت وهو عماله إيش بقرأ. إحنا اللي تعلمناها الطريقة عشان نقرأ من نقرأ variables أو نقرأ string أو whatever عن طريق السكانر، صح؟ أوكي. مشكلة السكانر، السكانر طبعا من الكلاسات الممتازة جدا في التعامل، ولكنها مشكلتها انها بطيئة الى حد ما، كويس؟ مش دائما بطيئة. ليش بطيئة؟ لانها بتعمل حسابات زيادة عن اللزوم في القراءة. يعني لو كنت انت بتقرأ فايل معقد السكانر افضل من اي شيء تاني تستخدمه. يعني زي فور اكزامبل لو بتقرا اكس ام ال فايل والستراكشر تاعه يعني فيه فورمات معين وبتعرف انت الاكس ام ال فايل، اوكي، فيه ستراكشر معين، السكانر ممتازه في القراءه وسريعه لانه بتعمل عمليات حسابات وبتعمل ريجولر اكسبريشن والى اخره من هذه الاشياء. ولكن احنا البيانات اللي عندنا بيانات بسيطه، ما في داعي انه اجي استخدم السكانر او استخدم كلاس فيها امبلمنتيشن طويل كويس او بيعمل حسابات انا ما بحتاجها، اوكي. اذا احنا الان المفروض انه اقرا بياناتي غير عن طريق السكانر. السكانر كانت تسهل علي كثير، فانا بدي اعمل الاشي او بدي اعمل مجموعه من الكلاسات اللي كانت تعملهم السكانر، اوكي. طيب حلو، اذا الان بدي انا الغي استخدام السكانر ونشوف شو الطريقه الثانيه، اوكي، اللي انا بدي استخدمها عشان اقرا البيانات بدون السكانر. قبل ما ابلش قبل قراءه البيانات بالسكانر، شباب تخيل هذا برنامجي انا موجود على الجهاز، البيانات انا بقراها من وين؟ من الكونسول او من الكيبورد، اوكي، عشان بس تقدر تفهم التفكير تاعك. الان عشان اقرا انا من الكونسول او من الكيبورد بدي افتح قناه بين البرنامج والكيبورد او الكونسول، بدي افتح قناه. هذه القناه بنسميها احنا بالبروجرامينج في لها كلاس خاصة بنسميها ستريم، اوكي، بنسميها ستريم، فبسموه ايش؟ انبوت ستريم ريدر، انبوت ستريم ريدر. فالقناة اللي بفتحها بين برنامجي والكيبورد لازم تفتح قناة، وبس تخلص قراءة لازم تسكر القناة هاي، زي المفتاح، يعني زي المفتاح الحنفية، اوكي، لازم تفتح قناة، لازم يكون في عندنا بايب كويس بين البرنامج تاعي والكيبورد. الكلاس اللي تمثل القناة هذه بنسميها input stream reader. هذه الكلاس الميثود اللي فيها شباب ما بيقرأوا إلا حرف حرف، يعني طريقة قراءتهم بيقرأوا إيش؟ حرف حرف. إحنا ممكن يكون عندنا الحروف تكون على شكل string، يعني تكون سطر كامل أو تكون مجموعة أرقام، بدي أقرأ مثلا رقم، فالرقم مكون من أكثر من حرف، صح؟ أوكي؟ ما بنفعش معانا الانبوت ستريم ريدر. فالانبوت ستريم ريدر بنعمل لها رابينج بانذر كلاس بسموها البفر ريدر. البفر ريدر كمان هذا ايش بتقرا؟ بدل ما تقرا حرف حرف شو بتقرا؟ سطر كامل، او فيها مثل تقرا سطر
كامل، وممكن كمان تقرا حرف حرف. فلاحظ انا راح استخدم الانبوت ستريم ريدر داخل البفر ريدر عشان ايش؟ عشان اقرا سطر سطر، ومن ثم هذا السطر افصله الى اجزاء، وهذه الاجزاء استخدمها على شكل ايش؟ ارقام. اوكي، بجوز الان الفكره مش كثير واضحه، لكن هلا بالامبلمنتيشن بتصير اوضح. الان انا اذا انا حكيت عن تو كلاسز، واحده انبوت ستريم ريدر وواحده بفر بفر ريدر. اوكي، هذول التو كلاسز لازم اعرف وين الباكجز موجودين فيه. موجودين في تو باكجز، او في باكج اللي هي ايش؟ الجافا دوت اي او، فلازم اعملهم امبورت من الجافا اي او. فلاحظ هون بقول امبورت قبل ما استخدم اي شيء، امبورت جافا دوت اي او دوت ستار، فبعمل امبورت للثنتين او كل شيء موجود في الجافا اي او. واضحه هذه؟ فاليوم هو راح استخدم البفر ريدر والانبوت ستريم ريدر. الان بكل بساطة هلا أنا السكانر هاي مش بحاجتها، ها اللي كنت مسميه ام أنا. الآن اللي بدي أخليه يقرأ اللي هو البفر ريدر، فبدي أعرف نفس الأيديا، بدي أعرف فاريبل صحصح معي عشان تقدر تسرع بس بدك تفهم الأيديا بس تطبقها مباشرة. بدي أعرف فاريبل اللي اسمه ام من نوع بفر ريدر، بفر ريدر اسمه ام، وبدي انشئ ايش؟ اوبجكت من نوع بفر ريدر. هذا اللي بستخدم الكونستركتور نيو بفر ريدر، بفر ريدر، وبفتح هذا البوكس. اوكي، وين هو في سخن؟ ماشي. الان البفر ريدر بغلف مين؟ ستريم ريدر او الانبوت ستريم ريدر. ف بالكونستركتور تبع البفر ريدر بودي له اوبجكت من نوع انبوت ستريم ريدر. اوكي، من نوع انبوت ستريم ريدر. فهون شو بدي اقول؟ نيو انبوت ستريم ريدر. الان هذا نفس الشيء، لاحظ الانبوت ستريم ريدر الانبوت ستريم ريدر مين بيغلف؟ انا المهم بدي اقرا اصلا مين الستاندرد انبوت؟ سيستم دوت لا سكانر سون سينان سكانر السيستم دوت ان، الكيبورد الكونسول اللي هو السيستم دوت ان، فهذا بيغلف مين؟ السيستم دوت ان. السيستم دوت ان، لاحظوا مره ثانيه السيستم دوت ان يا شباب باخذ ارقام على شكل 8 بت، الستريم ريدر بحول الارقام هاي عشان يمرقهم او يوصلهم للبرنامج على شكل كاركتر كحرف حرف. البفر ريدر بيجمع الكاركتر على شكل ايش؟ على شكل اصلا. واضحه هاي؟ اوكي، ذاتس جود. الان اذا انا الان البفر ريدر هذه صار فيها ميثود، الانبوت هذا النوع بفر ريدر فيها ميثود واحده او فيها تو ميثودز، واحده ريد لاين وواحده ريد. اوكي؟ ف الآن هذا السطر تاعي فور اكزامبل طلع انا عندي هون بالمثال هذا، يعني هون بالمثال هذا راح اقرا هذا السطر الخمس والاثنين مع الفراغ اللي بينهم على شكل شو؟ على شكل سطر. اوكي، هلا بدي ارجع شو اسوي؟ بدي افصل السطر هذا الى ايش؟ الى جزئين. بدي افصل السطر هذا الى جزئين، يعني الجزء الان الخانه عندي خمسه حرف واحد، هذا بيقول 520 عدد الاري او السايز تبع الاري، كويس؟ او الرقم الثاني كمان عدد كبير، فبدي افصل بيس على الفراغ هذا، بدي افصله الى ايش؟ الى جزئين، وكل جزء فيهم هذول يكون عباره عن ايش؟ عباره عن انتجر، اوكي؟ اها، اذا هون في عندي كمان شغله هلا ببالكم انتم بصيروا تقولوا شو اللي ورطنا بهالقصه؟ ليش ما استخدمنا احنا سي بلس بلس وجمله سي ان والى اخره وكانت الامور اسرع؟ يس، حكي صح، ولكن هون استراكشر اكثر بتسهل عليك باشياء اخرى. يعني الان لغات البرمجه، يعني الان بجوز سي بلس بلس تكون مفيده في مكان، لكن الجافا تكون مفيده ايش؟ في مكان اخر اكثر. اوكي، ف يس السي بلس بلس مش بحاجه لهذا الشيء، ولكن هون احنا بحاجه لهذا الشيء.
بس في السي بلس بلس كمان السي ان والسي اوت بطيئات بالضبط، بدك تستخدم اللي هو النيتف ميثودز زي ما بحكي على المجيد، السي ان والسي اوت كمان بطيئات، بتستخدم النيتف ميثود اللي هو السكان اف والبرنت اف بالطباعه. فكل شيء له حسنات وله سيئات. فانوي الان انا صار عندي دبل هون، خليني اجي ارجع على الكود تاعي هذه انت. الان بدي في عندي كلاس كمان جاهزه بالجافا، هذه الكلاس بتقوم بتروح تفصل السترينج بيست على دراميتر معين. يعني مثلا انا عندي الخمسه والاثنين بدي افصلهم الرقمين هذول عشان اقسمهم لجزئين بيست على الفراغ، صح؟ في عندي كلاس فيها ميثودز تفصل لي السترينج، هذه الكلاس اسمها ايش؟ السترينج توكنايزر، السترينج توكنايزر. فبدي اعرف فاريبل من نوع string tokenizer. بالمناسبة أسمي tk بس n واحدة مش double n. آسف لا أوكي tk أي هنا سيمكول ماشي حال. هذا بس وظيفته او فيه ميثودز بس بيعمل عمليه ايش الفصل. ضروري اعرف وين موجود الستريك توكنايزر. الستريك توكنايزر موجود في وين؟ في الجافا دوت يوتيل. انا عامل امبورت ولا كل شيء بالجافا دوت يوتيل. اوكي طيب حلو. الان نرجع لكل مكان كان فيه النكست انت نكست انت وعلى اساس ايش نقرا ونفصل. اوكي طيب حلو. نيجي الان هذا اول سطر موجود عندي. الان اول سطر بدي انشئ اوبجكت بالستريكت توكنايزر وودي له سطر قراته عن طريق ايش البفر ريدر. انيو بدي انشئ منه اوبجكت عشان هو اللي يقوم عمليه الفصل سترينج. توكنايزر لاحظ هذا الاوبجكت. الان هذا الاوبجكت شو بودي له؟ السطر اللي بدي اقراه، السطر اللي بدي اقراه بدي اقراه عن طريق ايش؟ البفر ريدر. شو اسمه البفر ريدر؟ ان. فيه ميثود اسمها ايش؟ ريد ريد لاين. اوكي؟ هلا طلع شو اللي صار؟ الريد لاين قرات سترينج كامل ودته لمين؟ للسترينج توكنايزر. السترينج توكنايزر بالديفولت تاعه بيفصل بيست على ايش؟ الوايت سبيسز. يعني فراغ او اكثر التاب الانتر هذول كلهم شو يسموهم وايت سبيسز. فهذا مباشره بيفصل ولاحظ هون مباشره انفصل. اوكي بس الان عشان ارجعهم عنصر عنصر مباشره انا عندي اسمه ايش هون ان صح. فهون بدل مش نيكست انت نيكست توكن next مزبوط stk.dot ايش tk.dot تحولها لانتجر بدك تعملها بارس انت كمان tk yes. اوكي next token هذا الميثود. اوكي وهون كمان tk في عندنا الميثود دوت next token. اوكي لاحظ هون الان النكست توكن هاي الان اخذت السترينج اجت فصلته لايش؟ لتو سب سترينج، واحد يمثل الخمسه وواحد يمثل الاثنين. بس دير بالك هاي هون شغله كثير مهمه، الجزئين اللي انفصل لهم صح هي خمسه بس هي على شكل شو؟ على شكل سترينج. وانا الرقم هذا معرفه على شكل شو؟ انتجر. معناته لازم احول السترينج لانتجر. في عندي ميثود اسمها باس انت موجوده في الرابينج كلاس انتجر بتحول لي اي سترينج لانتجر. فهو شو بدي اعمل؟ بدي اقول انتجر في عندي كلاس انتجر دوت باس انت وودي لها هذه. ونفس الشيء بالنسبه للثانيه انتجر دوت باس انت
بالمناسبة هذه الكلاس انتجر، طبعا هذا مثل ستيك ميثود ما فيش داعي شيء اوبجكت منها من الانتجر، اوكي؟ هذه الانتجر موجودة في الجافا دوت لاين، يعني ما في داعي تعملها ايش؟ امبورت. اوكي؟ فهذا اللي صار، هاي بالنسبة لأول رقمين. هلا كل مكان بدي اعمل بنفس ايش؟ بنفس الطريقة. الآن السطر الثاني شو يمثل؟ الاري. نفس الاشي بدي انشي اوبجكت من سترينج ايش؟ توكنايزر اللي هو تي كي، انشي اوبجكت جديد بس التي كي بتساوي نيو سترينج توكنايزر. لاحظ اوبجكت جديد، دير بالك ليش؟ لانه هذاك الاوبجكت فصل السطر الاول، الان بدي اوبجكت اخر يفصل ايش؟ السطر الثاني. الان هون جوا الفور لوب شو بعمل؟ نفس الاشي انتجر دوت ايش؟ بدل الان دوت نيكست انت بارس انت كي دوت نيكست توكن، فبروح بفصل لي ايش؟ الاري كله وبخزن لي اياه وين؟ او بفصل لي كل السطر وبخزن لي اياه في الاري. اوكي، ظل عندي اماكن كمان فيها القراءه؟ نفس الاشي. الان انا هون شو في عندي؟ بدي مباشرة نفس الشيء السطر اللي بعده بالفور جوات الفور لوب تي كي دير بالك بتساوي انا اعملها كوبي هاي مباشرة من هون نفس الاي دي يعني اوكي وهون بدل هذه بنقول ايش بدل البي بدل الان دوت نيكست انت اللي كانت موجوده نفس الايديا انتجر دوت بارس انت بودي له ايش تي كي دوت نيكست توكن نفس الشيء هون ونفس الشيء هون لان هذول كلهم سطر واحد ونفس الشيء لما ايش بتكون العملية اللي هي العملية الثانية. اوكي. اسف. يس. اوكي في اي مشكلة لحد هون؟ طبعا باقي البرنامج باقي راح يظل يبتقي يعني يبقى زي ما زي ما زي ما هو اوكي خليني هلا اجرب اعمل كومبايل واعمل تيست اشوف بس بتمشي بالنسبه للقراءه الجديده ولا لا هل في عندي مشاكل ولا لا كومبايليشن ايرور وين؟ 17 17 بفر دريدر بده كمان قوس ما تحكوا 17 ما تحكي من الاول هسه بين شو ناسي انا؟ قوس باخر ال القوس ما مبينش بعد السيستم بالزمن هون هذا القوس ده كمان قوس كانوا صح؟ لا 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 اوكي السيستم انور كمان ايرور 19 19 19 سترينج هذا 23 يعني هذه لما كل واحد مستخدمش الاي دي اي
اوكي اكسبتد. ان شاء الله تكون مشت الامور بدون ما يكون في اي مشاكل. ولكن لا هذا التست كيسز احنا بالاول كان ماشي عندنا تست كيس واحده صح؟ لا واحده اول واحده صح؟ ولا واحده؟ اوكي لاحظ ولا واحده كمان.